بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة موضوعنا على ازاي نحول اي صورة مكتوب فيها لنص على الوورد اقدر اعدل عليه. تمام، في البداية انا دخلت على جوجل سيرش، تمام، وبحثت على اي صورة مكتوب عليها، تمام، زي دي مثلا، ونزلت صورتين، واحدة بالعربي وواحدة بالانجليزي. يعني الطريقة دي تنفع العربي والانجليزي؟ اه تنفع الاتنين. تمام، فنزلت الصورة الاولانية فيها النص ده مثلا، والصورة التانية فيها النص ده. تمام، عايزين ناخد النص ده ونعدل عليه. تمام، طيب اول حاجة تعملها تدخل هنا على المربعات اللي هي جوجل ابس، تمام، اضغط عليها وتدخل على درايف. تمام، دخلت على الدرايف، ابدأ حمل الملفات دي، اعمل له جديد، تمام، وابدأ احمل الملفات. فجيلك الملفات واحد واتنين بالشكل اللي انت شايفه ده، ده بي ان جي واحد وده بي ان جي اتنين. تمام، همسك بي ان جي واحد وراح اقول له كليك يمين وروح افتحه بس عن طريق مستندات جوجل. تمام، طيب وهات اتنين كمان اللي هي العربي وروح افتحه برضو عن طريق المستندات. ده كل اللي انت تقدر تعمله. ماشي، روح افتح برنامج وورد او اعمل ملف وورد مستقل. تمام، تعالى شوف الملفات. بيحمل هنا، لما تيجي تشوف هتلاقي بيحمل الصورة وبيحمل تحتها نفس النص اللي مكتوب جوه الصورة. ده الموضوع بكل بساطة، يعني ما عادش في اي مشكلة عندك لو انت مصور كتاب ولا حاجة وعايز تاخد النص اللي جواه. زي ما انت شايف كده الصورة، انزل تحت شوية، هو مستندات جوجل بتبقى تقيلة شوية عشان النت. دي الصورة اللي قدامك اهي، وده النص بتاعها اللي مكتوب تحتها ده. حدد النص بتاعك واعمل له كوبي. ودي على جوجل، ده النص قدامك اهو، كبر بقى وصغر وامسح وضيف زي ما انت عاوز. ده النص بتاعك هنا اهو. تمام، غير الخطوط بتاعتك، غير الالوان زي ما انت عايز. ده بالنسبة للانجليزي، والانجليزي بالنسبة للناس كلها يعني هو اللي بيتعمل، لكن العربي لا. تمام، تعال نشوف العربي اتعمل ولا ما اتعملش. نخف الجهاز شوية، نمسح ده. نلاقي برضو حمل له الصورة هنا. خلينا ننزل تحت الصورة نشوف عملها ولا لأ. بيجهز النص تحت هون، المؤشر بتاع الماوس شغال تحت هنا هون. نفس النص مكتوب عندك اهو، تقدر تحدده برضو. كده نص عادي، وانسخه برضو وراح احطه في الورد، واقدر اعمل التعديلات اللازمة عليه. ده الموضوع بكل بساطة. كنا عملنا فيديو تاني بنفس الطريقة بس كانت طريقة مختلفة شوية.
نسخ وراح احطه في الوورد. بقى نص عادي بالنسبة لك، تمام. دق الخط، كبر الخط زي ما انت عايز، تمام. قسم اجزاء، ده الموضوع بكل بساطة. كان في طريقة تانية احنا كنا عملناها في الفيديو عن طريق ملف PDF، تمام. كنا بناخد نفس الصورة دي ونحفظها كأنها ملف PDF ونرجع نفتحها على الوورد، تمام. تقوم محولة الصورة لنص تقدر تنسخه وتعدل عليه. يبقى انا كل اللي عملته ان انا جبت الصور بتاعتي، سواء بقى انت كنت جايبها من على النت او جايبها منين، تمام. او ممكن تكون انت اصلا عندك كتاب ومصوره على السكانر مثلا، تمام. بتاخد الصور دي، بعد كده تدخل على الدرايف، تدخل على جوجل ابس وتجيب منها درايف، تختار منها درايف. فطبيعي عشان تدخل على الدرايف لازم تكون مسجل الاكونت بتاعك، تمام. اللي انا عامله ده لازم تكون عامل ساين ان. مجرد ما دخلت على الدرايف تبدأ تروح تقول له جديد. لما تعمل جديد بتقول له تحميل ملف عشان تحمل الملف بتاعك، تمام. مجرد ما تعمل تحميل ملف بيفتح لك شاشة عشان يوديك على المكان اللي انت حافظ فيه الملف بتاعتك زي 1 و2. بتحدد الملف اللي انت عايزه وبعد كده بتروح تقول له اوبن، تبدأ الملفات تتحمل عندك زي ما انت شايف كده، ماشي. باجي بقى عشان افتح الملف ده او الصورة دي على مستند وورد، بروح اقول له رايت كليك وراح اقول له اعملها لي فتح باستخدام المستندات، يبدأ يحمل الصورة وكمان يبدأ يعمل لك نسخة تحت الصورة بالنص بتاعك. كل اللي عليك اللي انت هتنسخ النص اللي تحت الصورة، سيبك منها، هتنسخ النص اللي تحت وتروح تحطه على الوورد، وتبدأ تعدل بقى النصوص بتاعتك وتبدأ تعمل التنسيقات اللي انت عايزها، تحذف جزء او تضيف جزء. بقى خلاص النص كأنك انت اللي كاتبه، تمام. دي اعتقد ان هي اسهل طريقة. كان في فيديو تاني موجود على القناة كنا عاملينها عن طريق PDF. مشكلة الجوجل الجوجل درايف هنا ان هي بيبقى تقيل شوية، بس بدل ما اكتب كل ده، تمام، مجرد ان انا احطها بس على المستندات بتاعت جوجل بتلاقيها اتحولت لنص موجود عندي تحت، اقدر ان انا احدده وانسخه واحطه على الوورد واعدل عليه التعديلات اللي انا عايزها. ده الموضوع بكل بساطة. لو انت سريع في الكتابة بقى يبقى الكتابة اسهل لك بدل الوقت ده كله. تحدد النص بتاعك وتعمل له كنترول سي او تروح تقول له كليك يمين وتعمل كوبي. ده ممكن تقص كمان النص او تنسخه او تعدل عليه هنا، تمام، زي ما انت عاوز. وراح اقول له روح عند الوورد واعمل له كنترول في، او بروح اقول له اعمل له لصق. ماشي يا شباب، ده كان سهل بالنسبة للغة الانجليزية، تمام. انما المفاجأة الكبيرة ان هو كمان بينفذ العربية. يعني لو رحت على العربي هنا في الملف اللي انا حملته كان رقم 2، تمام. راح اقول له كليك يمين برضو وافتحه عن طريق مستندات جوجل، تمام. كانت المفاجأة عندنا في العربي ان هو بيقدر يحول كمان عربي. بياخد معاك الموضوع ما بيكملش دقيقة يعني. والله مميز يعني، هو بيجيب لك الصورة في الأول وبيجيب لك النص اللي جوه الصورة تحتيها على طول، فتيجي تبص تلاقي الموضوع لذيذ حلو كويس. فكرة ان هو يحول العربي اصلا ده شيء ممتاز يعني، دي حاجة جديدة احنا لسه شايفينها، تمام. تيجي تبص تلاقي الصورة موجودة، تنزل تحت تلاقي نفس النص اللي موجود في الصورة، تمام، كاتبه لك تحت برضه. فانت بتاخد النص لان الصورة انت ما تلزمكش في حاجة، تمام. انت بتاخد بس النص اللي موجود فين تحت الصورة، تحدده زي ما عملنا في النص الانجليزي، تمام. وبعد كده تروح تقول له كنترول سي او
تعمل كليك يمين كوبي، تمام، تختار النص بتاعك، تاخده نسخة وتروح تحطه على برنامج الوورد، تمام، بالشكل اللي انت شايفه دون، وتبدأ تعمل التعديلات اللي عليه. اتمنى يكون الموضوع مفيد وموضوع مهم جدا على فكرة، احنا شخصيا بنستعمله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.